أوكرانيا عم بتقدم اختبارها الأول لليلة وأكيد رح توضع السماعة. مش الحال؟ بعتقد مش الحال. ست نجوى فؤاد، أنا ما كتير بعرف مثلكم يعني بالتقنيات وهالقصص، بس حسيت إنه ليلى عندها تقنية جيدة بالرأس الشرقي. ليلى هيلة، ليلى هيلة، ليلى هيلة، سجع حلوة قوي. ها مش جغرافيا ده. فعلا. بس انا لو مطرحها اتعلم عربي كويس قوي، وانا ممكن اكتب معاها عقد اعمل معاها فيلم، تبقى لان عندنا ما فيش راقصة ممثلة، خلاص احنا سفينية، فهي تبقى راقصة ممثلة لانها وشها بيبي فيس. نعم. اعتقد في الكاميرا هيبقى حلو قوي قوي. حلو ليلى، حلقة غزل. سيدي نادرة، يعني أنا بأيد الرأي إنه لازم تتعلم عربي برأيي، لأنه بحس إنه عم بتجربي تفهمي أو حدا نفسر لك يمكن الكلام، وعم بتجربي تحسيهم، بس أوقات يمكن الأحساس مش إكزاكتلي ماشيين على الكلمات. سو بتخيل إذا بتعملي هيك بتحسي حالك عم تتحسني كتير. أنا بشوف إنه أول شي برافو للنبية مش عربية وبعدها باقية بالبرنامج بآخر مراحلها. طب صحيح، بس كمان شفت إنه عم تتباري مزبوط من حلقة الماضي لهلأ، يعني عم شوفها مزبوط عم تعطي كأنه حابة تربح، وهذا شي حلو. Thank you. شكرا. Thank you ليلى. Thank you. Thank you, Layla.